السابقة الولائية هناك في الجنة. مشاركة واسعة وعرفت إقبالا من جهات متعددة من الوطن. تعلمون أن الزاوية القاسمية لها انتشارها ولها فروعها عبر كثير من الولايات، والحمد لله كانت هذه النتيجة في النهاية 10 متفوقين كانوا مؤهلين للاختبار النهائي، ومن ثم كان ترتيبهم للفوز بهذه الجوائز. الحمد لله وبفضل الله عز وجل نلت المرتبة الأولى في مسابقة الماهر بالقرآن في شهر القرآن التي نظمتها الزاوية القاسمية بولاية المسيلة. الحمد لله تحصلت على المرتبة الثانية، والشكر موصول لكل الشيوخ، شيخ مكي قادري وشيخ الأخضر مجيدي وشيخ عيسى مجيدي على كل المجهودات المبذولة، والحمد لله لم تذهب المجهودات هباءً.